سبحان الله على تراتيبه وهو العليم الخبير القدير. في عز أزمة اختفاء جمال خاشقجي بعد دخول السفارة السعودية، يشاء ربك انه يطفو على السطح موضوع الحريري. فاكرين سعد الحريري رئيس وزراء لبنان اللي السعودية عملت له فخ واستدرجته واحتجزته؟ وعدت السعودية تكذب، السعودية تم مسؤولين وصحافة قعدت تكذب وتقول ده مش أنا، دي أختي منى. الرئيس سعد الحريري مواطن سعودي كما هو مواطن لبناني، عايش هنا بإرادته، يستطيع أن يغادر وقت ما يشاء. فهذه الاتهامات مرفوضة ولا أساس لها ولا حقيقة لها. الحريري في حمى الكبار. هل منك؟ يعني الرجل يستطيع بكل بساطة أن يذهب في أي لحظة، لكن هو يشعر بالخطر فلا يريد أن يذهب. هو في حضن المملكة العربية السعودية التي تحمي كل العرب، كل من لجأ إليها. حتى لما ذكره الرئيس الفرنسي حول احتجاز المملكة لسعد الحريري. وبعديها قامت السعودية وجابت الصحفية اللبنانية بولا يعقوبيان عشان تعمل لقاء مع دولة رئيس الوزراء اللبناني عشان يقولوا انه مش محتجز ولا حاجة. نكمل مع بعض جميعا. ايضا خلينا نقول دولة الرئيس انه كل الاطراف اللبنانية يمكن بدها تسمع كلمة منك اليوم ليعرفوا باي اتجاه لازم. صدقة يا بولا صدقة. ورغم كل تأكيدات السعودية ولقاء الإعلامية اللبنانية، طلعنا ساعتها وأكدنا بكل أدوات التأكيد والتي تملكها اللغة العربية أن السعودية تختطف وتحتجز الحرير. تابع بادي لانجوتش بتاع الحرير، كمية الإجهاد والتعب والطريقة اللي بيتكلم بيها سعد الحريري طريقة مش طبيعية خالص خالص خالص. حقيقة اللقطة دي مش ممكن تجري خالص يا بولا في اي حوار طبيعي. وجود حد في الاستديو وانت بتصور واقف او كده غير المصورين بيشكل قلق كبير جدا. لفتت نظري بشده الراجل اللي في الخلفيه، الراجل اللي واقف، الراجل اللي حقيقه بيامن الحريري او بيخوف الحريري، احسبها زي ما تحسب. كل زعمائنا ومساعديهم بيكذبوا زي ما بيتنفسوا. 60 سنه واحنا في الوحل والكذب، احنا قلنا ده من اول ثانيه وانه كان صح. تكذبين، والحريري كان معتقل بالفعل. وفي عز الأكاذيب وفي عز ما الحكومة السعودية بتسوق الهبل على الشيطانة زي ما بتسوق كده في خاشقجي، وقلنا البينة على من ادعى، تخرج بولا اللي كانوا جايبينها تعمل اللقاء لتؤكد ان سعد الحريري كان مختطفا. يبدو انه ايه كان توجهت له، خلينا نقول اهانات، مديها قديه عن جد ما بعرف. أكيد كان واضح أنه الرئيس الحريري تعبان وأنه الرئيس الحريري مضغوط، أنه الرجل لم يكن يريد أن يستقيل، كانت كتير واضحة بالمؤيد. يعني كان واضح جورج أنه في شيء منه بإرادته، ما بدأت لين يحكوا فيه. يعني اليوم بعد سنة بتقولي أنه انطباعك أنه كان محتجز. صار لسنة؟ ايه رح يصير لسنة. يعني مضغوط عليه ومكبل من دون تكبيل. طبعا عمر الأكاذيب وإن طال قصير. تستطيع أن تخدع بعض الناس لبعض الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس لكل الوقت. وصدقني لم يخدع العالم العربي في نظام حكم قدر خدعته في نظام الحكم السعودي، والذي استطاع بسرعة يحسد عليها أن يتجرد من أي مصداقية بناها طيلة عقود. خسر كل حاجة في أقل من سنتين. وسيستفيق حكام السعودية قريبا، وسيواجهون أنفسهم قريبا قريبا بالحقيقة الصادمة والتي حاولوا أن يتجاهلوها في السنتين الأخيرتين بعنف. سيتيقنون أنه لا أحد أصبح يصدق السعودية، وإن صدقت وتلك هي الخسارة الأفدع. الله غالب.